أعزائنا المشاهدين، أيها السادة الأكارم، مساء الخير عليكم. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا، رانا دائما مع التحضيرات باش نوجدوا مقلب من مقالب الكاميرا المخفية تغفل تتغفل. الضحية تاعنا اليوم هو عمي عباس، عرضناه على أساس حصة تلفزيونية سميناها مبدعون بدون جواز، وفهمناه بلي هاد الحصة رايحين يجيبوا فيها بعض المواهب وعمي عباس رايح ينقدهم. وباش تكون المصداقية أكثر، كلفنا الأستاذ بن عيسى وهو متحصل على شهادة دكتورة في المسرح باش يكون مع عمي عباس، وباش هو اللي يتصل به، هكذا على الأقل تكون المصداقية وعمي عباس يتأكد بلي حصة حقيقية. يلا خلوكم تعرفوا شوية على عمي عباس في هذه اللقطات، نعود نرجع لكم. الأستاذ الفنان المبدع سي عباس بودال هو كاتب مسرحي، ممثل ومخرج معروف، شارك في عدة حصص تلفزيونية وعرفناه من خلال أعمال نالت شهرة في الجزائر، وآخرها بوضو سي عباس بوضو اللي كان عطاء واحد البصمة إبداعية في الجزائر. رحبوا بك سي عباس مرة أخرى. ومن تكون الإرادة والحب تاع المسرح، الحب، ونقول لكم لماذا نأكد على كلمة الحب يبقى يتمشى هنا في العروض. خدمت كذا من سنة باطل. الله، عمي عباس خربلو في كل شيء غير في المسرح، ما تخربلوش. قنسي الله يرحمه تاني كان معايا، الله يرحمه ويرحم جميع قنسي سليمان ويرحم جميع المؤمنين. انا سوفير مي سيتي بور لامور دو تياتر، ماشي كيما اليوم. الطفل عندنا تبارك الله ان جون ينا ميم با في ليكول، ما قراش الدراما، ما قراش اي حاجه، ويقول لك انا ديره يفوت دوز اون ان باساج دوز ان بلاطو، مثلا فيغوراسيون انتيليجونت، الغدوه يدير روحه فيسبوك فلان فلاني كوميديا، يغلط روحه هنا، يغلط روحه ويغلط الناس. جو فودري دير او جون اجوردي، الشباب، ونأكد عليها مليح مليح، تعلموا المسرح دابور، اقراوا المسرح. ما كانش من جاب خبرك يا العبقري، هي القليل. ولو كانت بات وظلت نادي، ما تلقى حد يجي فيك جميل وتقول يا سقا مسعود سقا ملي سعدي. انظر يا لطيف بحال هذا الجيل، غير هذا خاص. كثيرا سالت مشي قليل، لمعت وقعت تنكادي. قوم 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 الفنان، عمرك لا تميل، ومد المشعل في يد الشاب البادي، مد المشعل في يد الشاب البادي، مد المشعل في يد الشاب البادي. أول حاجة درناها أعزائنا المشاهدين من خلال المقلب تاع اليوم، حسسنا عمي عباس أنه هذه الحصة التلفزيونية ما راهيش منظمة خلاص، وحتى واحد ما راهو في بلاصتو، وحتى الخيط تاع الميكرو ما ركبناش نيشان، هكذا باش عمي عباس يتقلق. لكن عمي عباس كان ذكي وعرف كيفاش يتعامل مع الأمور وما تقلقش. إذا نمر إلى فنان مبدع فكاهي يعرفه ناس تلمسان بطرافته وظرافته في تقديم أدوار فكاهية، السيد سليماني عبد القادر الملقب برفوقة. إذا تحت السيطرة الجمهور
ومن بعد مدة المخرج عطانا الضوء الأخضر باش نبدأ الحصة واستضفنا أول موهبة. حبينا باش يكون الموهبة الأول ممثل عادي هكذا باش عمي عباس ما يفيقناش، خاصة وأنه عمي عباس إنسان قديم في الميدان ويقدر يفيقنا في أي لحظة. قال لي صاحبي طلع لي بالبار تاع الدوش، البار تاع الدوش اللي دبرت لك انا باقي التشيكات الجامع الشوز. بعد مدة من التشاور أعزائنا المشاهدين قنعنا عمي عباس باش يمد رايه في هاد الموهبة، وعمي عباس كان صريح والرأي تاعو كان صارم. عمي عباس نقول لك بارك الله فيك، بصح مازال معنا موهبة واحدة أخرى. وكما جرت العادة استضفنا الموهبة التالية وقدمناها على أساس ممثل بارع وممتاز، وعمي عباس كان متشوق باش يسمع لهاد الموهبة ويشوف طريقة اللعب تاعو. قصتني ناموسة قصتني ناموسة. قصتني ناموسة شبه هذه. واش عمي عباس ما عجبتكش حكاية الناموسة؟ قصتني ناموسة حسبتها انا حسبتها عروسة. الله غالب يا عمي عباس، المونولوج تاعنا هذا هو. قرصتني ناموسة جابها لي خويا موسى، انا حسبتها عروسة. واش عمي عباس يا دراك عجبوك هاد الكلمات؟ اولا التحضير والتركيز، هذاك التركيز كان يخصك من التركيز برك، اما انت ان تكون متيقن باللي انت تقدر تلعب الدور تاعك. كان عندك شويه لوطراك في الاول قلعه، حنا خوت كاع رانا هنا، ما دير قلع كل شيء من راسك، ميتو الاز، اعطينا 30 سكوند تاع كونسونتراسيون قلع، وكان بروبليم، ما كانش مشكل، غير عاود واعطينا حاجه مليحه. وبعض لحظات زدنا طلبنا من عمي عباس باش يزيد فرصه لهذه الموهبه لعل وعسى يقدم حاجه ما خير. عطاتني وردة، عطاتني وردة جابها، عطاتني وردة جابها لي خويا عدة، جابها من وجدة. واش عمي عباس على بالنا بلي النص ما عجبكش، وعلى بالنا بلي راك مقلق، بصح ما راكش حاب تبين. بصح احنا الشي اللي همنا يا عمي عباس نخرجوا لك لينار ديالك. احنا اللي رايهمنا، احنا الاداء تاع الكوميديان هو اللي رايهمنا اكثر، كيما يقول لك سيدي احمد. دونك اني اداء اني كلمات، وراه انا يفو فير كيك شوز بهم، سينو كيما قال خويا قلت لك كي تكون محضر مليح يجي يتقدم. زدنا تشاورنا مع عمي عباس، ومن فقرات الحصة تاعنا أنه نشملوا رأي الجمهور في الحصة، وبعد مدة أعطينا الكلمة للجمهور. مرحبا بكم، لي بغي نبنى رأيي تقدم. بون الله يبارك، كتبني بزاف، فريمون ضحكني، يعطيك الصحة، بون كونتينيو. أختي الله يبارك، زعما عجبني بزاف، نتمنى منهم زعما يسامحوني هكا غبتهم نورمالمون غبتهم. انا صافي بليزير عجبني، مع كل احترامات الاراء تاع الشيوخة انا عجبني، ومادا بيا يعاونو باش يزيد يتلوصو. السلام عليكم اساتذة، الله يعطيكم الصحة. شوالا السيد واصل بزاف، الله يبارك، الله يعطيك الصحة، ونقولها بون كوراج، ومدى بينا تزيد اكثر من هكا، تعطينا منتوج اكثر من هذه، وتوصل ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي توصل. مدى بينا انا لا يفقد الامل، انا عجبتني الاراده اللي فيه، ونقول له كلمه ان الشاب خالد كان دخل الحان وشباب وحق روحه،
حكوا بنتمنى حتى هو تاني يكون قوي ويكون حربي وما يخليهمش يحبروا وما يسمع الكلام حتى واحد ويدافع على روحه ويدافع على الموهبة تاعه وبالتوفيق ان شاء الله. من بعد ما عطينا الكلمة للجمهور كلهم كانوا ضد الفكرة تاع عمي عباس وكلهم تهموه باللي حقر هذه الموهبة وما عطاهلوش فرصة. عمي عباس دا يتقلق ولا بغيتني غلطك بسم الله واخويا نقول حاجة درت لنا حاجة هايلة بارك الله فيك الله كثر من مثالك هكا نقول لك نو شو درك لما قعدت تهدر افيك انرفمون راك تبدلت حتى التومبيرامون تاعك تبدل دوك تجي تلعبها كون تعرف دوك تجي تديرها ينصفوا عليك. نشكر الاداء نتاع الشاب هذاك الممتاز بمعنى كلمه وسمحوا لي جماعه كانوا نقدوه وقالوا له كذا وكذا وكذا تبقى لهم الرساله موجهه لهم دروك هذاك فنان معروف على مستوى القطر الوطني وما راش يدور في جميع الولايات ولا ينشط ولا يشوف انا على بالي كنت نقدر واحدكم انتم الفنانين الكبار انتم عبره وقوه وشكون رساله لهذا الشباب باش يزيدوا مازال ما دار احسن تقديم ما شاء الله ديجا شحال هو واقف وشحال هو صابر لا دير هذه دير هذه. يا عمي عباس هذه مصيبه طاحت عليك. الشاعر قال لك اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما هكذا قال الشاعر ما نغلطش الناس وجيت اتر ون بازات قال شكسبير اتر ون بازات اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما ما نغلطوش اي كونت اون تو دون دي شانس دو تروا كات سان شانس باش تعاود وتعاود تعاود يجنو ريوسي با اسمح لي يا اخي العزيز المحترم ما نغلطكش ما نكذبش عليك تي اتر اون بازات او تو اي ان كوميديا او تو لي با انا قصدك عباس انا واحتراما لعمي عباس ما حبيناش نزيدو نقلقوه اكثر وروحنا له من جهه العاطفه. يا هضر عمي عباس واش رايح يقول لما الموهبه يبقى يبكي ويطلب منه باش يزيد له فرصه وباش يعاونه. انا يا نشكرك ياك ونصفق عليك نصفق عليك بصح ما نشكركش وغلطك ولا بغيتني غلطك بسم الله واخويا نقول لك حاجه درت لنا حاجه هايله بارك الله فيك الله كثر من مثالك هكا نقول لك نو شو درك لما قعدت تهدر افيك انرفمون راك تبدلت حتى التومبيرامون تاعك تبدل دوك تجي تلعبها كون تعرف دوك تجي ديرها ينصفوا عليك. طيب ديرها دوك انا قادرك عباس انا قادرك راح تعطيك تسعه ما تعرفش الا حبيبي لا ما حقرتكش انا او كونترير اني معاك اني ندافع عليك انا اللي جا ندافع عليهم كلهم انا جيت انا سي بروفيسور دار دراماتيك على الشيطان انا نبغي لك الخير وانا ثاني نبغيك لا يعاود نعطوه شانس بارك الله فيك يا عمي عباس يبان فيك باللي انسان حنين وتمد الفرصه للشباب يعطيك ما فرقش في بلاستيك
نقسم لك بالإينة وقلت لك قبيلة devant tout le monde بلي قادر ديرها. بصح قول لي راك مليح انت بالكاميرا، قول لي راك مليح بالعامي. لا لا هات سنتي ما نغلطكش، قلت لك عندك إمكانيات وعندك كيسموه لو سين السياج تاع كوميديان، دير لنا في خاطرك او احكي لنا حكايه يا سيدي. شكرا جمهوري العزيز، شكرا جمهوري العزيز. كنت لا سمعتوني مليح مرة الأولى والثانية، واش قلت له؟ قلت له عندك إمكانيات وهو لا تقادر تكيالا لين هكا ولا ما قلتلكش دان كوميديان بين فالك إلى كلات إلى كلاتي. وإحنا نقولوا لك باللي راك شاركت معانا في الكاميرا الخفية. عمي عبدك عبدك كانت الخفية الله غالب شياطين. عمي عباس نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحة ونشكرك بزاف بزاف، لأنك وبصراحة راك ساعدتنا بزاف بزاف، وإحنا وكان ما نحبوك ما نديرو لك هذا المقلب، ونقول لك يا عمي عباس دمت وفيا لجمهورك الكريم. يلا عمي عباس كنت معنا في الكاميرا الخفية تغفل تتغوفل. ودينا تغفل قدامنا نغفل. يلا عمي عباس احنا حبينا منك تحكي لنا كيفاش كانت البداية، احكي لنا من الأول حتى للتالي. ممكن نحكي لك انا من الاول فيها قصه طويله. الخطر هذا درتولي واحد العقده مور عقده عقده مور عقده، لقيت روحي انا خدي درتولي تريكو على حسابي ها بزاف اولاد عمي. كي تشقفت تقيفه تاع بصح بصح. على كل حال تحيه لكم والله العظيم. شتى واحد يتشقفوا يقول تحيه، واش نقول لكم انا في الحقيقه هذه كاميرا كاشي نتمنى ان شاء الله يكونوا منها بكثره. على لانها هذه هي الكاميرا تاع الصح، ثقافيه تهضر على المسرح، تهضر على الفن ككل، تهضر على الابداع، على الشباب، حاجه اللي تشرف. بصح ماشي كاميرا تضربني بكرسي ونضربك بكرسي. عمي عباس احنا نقول لك بارك الله فيك، لو كان ما نحبوكش ما نعيطولكش، شارك معنا في الكاميرا الكاشي تاعنا. اعزك الله. وانا بالمناسبه نقول كلمه راه شدتني على قلبي. قول. هي نشكر الجمهور، نشكر كل من ساهم في هذه الكاميرا كاشي، ونشكر جميع جمهوري العزيز اللي نحبه بزاف، ونشكر كذلك الشباب ونقول لهم العمل ما تم غير العمل العمل، الى بغيتوا تخدموا ما تخلوش الناس يشكروكم. قالوا ديراني فنان ولا ما رانيش فنان بوان فينال. إذا أعزائنا المشاهدين نتمنى تكون عجبتكم الحلقة نتاع اليوم وتكونوا استمتعتوا معنا. نضرب لكم موعدا مع مقلب واحد آخر ومع ضحية واحدة أخرى، والآن ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير والله يعطيكم الخير. يا راغب في الحياة اسمع لي ونعم، قبلك سالوا ناس نالوا بالحكمات ويفيدوا بالمعان بيهم تستسلم، جرب لا بغيت تحقق الاشياء، سيرت الاشراف راك بها تتقدم، سيرت الاشراف راك بها تتقدم، واذكر حياتهم، واذكر حياتهم دل الحياة، ازرع فايدة عنها لا تندم وفيد الجيل اللي فعلها تعدات، هذا يبني وذاك الرهق يهدم، ولا يسمع العلوم هاو التوصات، الوالدين شوكم دق يعدم وطاعتهم متبان عند العقوبات. يا سامع الوصايتي سير مسقم، يحيى ذكرك زين بين المخلوقات. الحب، ونقول لكم لماذا نأكد على كلمة الحب يبقى يتمشي هنا في العروض. خدمت كذا من سنة باطل. الله عمي عباس خربلو في كل شيء غير في المسرح ما تخربلوش. قنسي الله يرحمه تاني كان معايا، الله يرحمه ويرحم جميع. يلا خلوكم تعرفوا شوية على عمي عباس في هذه اللقطات، نعود نرجعوا لكم. الأستاذ الفنان المبدع
سي عباس بودال ومخرج هو كاتب مسرحي ممثل ومخرج معروف شارك في عدة حصص تلفزيونية وعرفناه من خلال أعمال نالت شهرة في الجزائر وآخرها بوضو سي عباس بوضو اللي كان عطاء واحد البصمة إبداعية في الجزائر. رحبوا بك سي عباس مرة أخرى. ومن كون الإرادة والحب تاع المسرح يعون بدون جواز، وفهمناه بلي هاد الحصة رايحين يجيبوا فيها بعض المواهب وعمي عباس رايح ينقدهم. وباش تكون المصداقية أكثر كلفنا الأستاذ بن عيسى وهم تحصل على شهادة دكتوراه في المسرح باش يكون مع عمي عباس وباش هو اللي يتصل به، هكذا على الأقل تكون مصداقية وعمي عباس يتأكد باللي حصة حقيقية. أعزائنا المشاهدين أيها السادة الأكارم، مساء الخير عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا رانا دائما مع التحضيرات باش نوجدوا مقلب من مقالب الكاميرا المخفية تغفل تتغفل. الضحية تاعنا اليوم هو عمي عباس، عرضناه على أساس حصة تلفزيونية سميناها مبدع.